بسم الله الرحمن الرحيم. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم عصير مخيطو بنين ومنعش. على بالك جاي فصل الصيف درك مليح للعصائر الباردة. المقادير هما زوج ليمونات ونصف كاس من السكر وكمشة نعناع مغسولين ورك نحيهم من العرف تاعهم. هاهم اللي هنا مغسولين، ديروا له القرص. عندي هذه الكعبة، هذه لازم اللوحة بالقشور تاعها. هذه الكعبة نديرها بالقشور وهذيك النحلة القشور هكذا. وعندنا الماء البارد حطوا فيها كالليمون، الماء البارد يطرى غير ربع، ثلاثة كيسان ونص. وهذه نقشرها واللوحة. ودركا نديروا نصف كاس من السكر، نديرو شوية نعناع. ها شوية نعناع، نجيبو الخلاط الكهربائي ونرحو. بسم الله. هاني رحيتو، صفيتو من القلوب. هذا مشروب منعش تاع الصيف، يقولوا له مخيطو، عصير ليمون بالنعناع. النعناع نديرو كيما هك. شوفوا بالصحة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.